احنا طبعا عمالين نسأل على موضوع كيروش وعقده قد ايه والشرط الجزائي ومش عارف ايه. ففي ناس من جوه الاتحاد بتقول، ناس مسؤولة يعني من جوه اتحاد الكورة، ان كيروش عقده من حوالي 130 الف يورو عقده الشهري مع منتخب مصر، ولو منتخب لو اتحاد الكورة عايز يمشي كيروش مثلا بعد كده قدام، لازم يبقى في شرط جزائي سنة ونص من قيمة عقده، يعني نديله سنة ونص من عقده اللي هو الفترة المتبقية في عقده، عقده سنتين فتديله سنة ونص من عقده، طبعا رقم كبير جدا جدا. كمان بالنسبة لفنجادة قالوا مفيش شرط جزائي في عقد فنجادة، لو اتحاد الكرة عايز يمشي فنجادة يقدر يمشيه بدون شرط جزائي بقى بالطردية كده ويتكلموا معاه. طبعا عشان برضو نبقى منصفين، عشان نبقى منصفين احنا لسه طبعا في بداية البطولة، مش عايز اتكلم على إقالة أو مش عارف هنمشي هنقعد، لسه هنشوف وهنقيم أداء منتخب مصر في اللقاءات القادمة ونشوف هنعمل إيه في البطولة، مش قصة نتائج بس، قصة زي ما قلت لكم امبارح ستايل المنتخب، طريقته، أداء اللعيبة، الشكل، انسجام الشكل الجماعي لمنتخب مصر، الكلام ده كله. لكن لو هنحاسب حد على التعاقد مع كيروش هنحاسب أحمد مجاهد رئيس الاتحاد الكرة السابق، مش جمال علام، ان هما يعني بسرعه 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 تعاقدوا مع كيروش وبسرعه بسرعه بسرعه مشوا كابتن حسام البدري. يعني على انا ما بشوفه وقت في الفتره دي، لا كابتن حسام البدري كان الامور ماشيه كويس، حتى لو احنا مش معجبين بالاداء او الكلام ده، لكن الراجل عارف اللعيبه بيعرف يوظفهم. كابتن حسام مسك النادي الاهلي فتره كبيره، مسك منتخب اولمبي، مسك انديه خارجيه، يعني كان عارف القصه ده. يعني كيروش عمل حاجة غريبة جدا امبارح بتاعت محمد صلاح دي، لما يكون عندي انا احسن لعيب في العالم وما لعبوش في مكانه واستفيد منه واخد منه افضل حاجة عنده، واطلع بعد الماتش اصرح اقول اصل احنا كنا عاملين مفاجأة لمنتخب نيجيريا، ده سوري يعني مش كلام مظبوط، كان كلام غريب جدا جدا. يعني كنت معايا احسن لعيب في العالم والناس كلها خايفة منه وعاملة له حساب، وانا عايز العبه في المكان اللي هو بيستريح فيه عشان يقدر يطلع امكانياته ويساعد منتخب مصر، اروح مغير له مكانه مركزه وكتفه واظهره بالشكل اللي احنا شفناه امبارح، طبعا حاجه وحشه جدا. وبعد الماتش اقول ايه، اصل انا كنت عايز اعمل مفاجاه لمنتخب نيجيريا واغير المراكز عشان الخبطه، وانت لخبطتنا احنا. طيب خلينا نروح، احنا قلنا الكلام ده امبارح مش عايزين نزود فيه، عايزين يعني ان شاء الله الفتره الجايه يعني نتمنى ان الامور تبقى افضل في المنتخب الوطني باذن الله.